اخر 10 15 سنه، وقت اللعيبه اللي بيخرجها نادي الوحده بتشوفها في اماكن مختلفه، وركله حره مباشره على طول تاني اماميه خطيره جدا. الهدف الاول، الهدف الاول جول، جول يسجل الوحده، اول هدف في اللقاء. هدف جميل، هدف جميل عن طريق ماكينه الاهداف طبعا عمر خريبين يتقدم للعنابي، كرة بالراس جميلة جدا في سقف المرمى، صعب على علي، ويسجل أول أهداف اللقاء لصالح نادي الوحدة عمر الخريبي. إذا عمر يسجل أول أهداف في اللقاء، الهدف رقم 14 في هذه المسابقة وفي هذا الموسم لماكينة الأهداف مع الفريق العنابي. كرة على طول تاني العرضية حلوة ملعوبة، والفاول موجود والخطأ على علي مدن، ودي الكرة والتمركز الدفاعي طبعا ما كانش كويس من اللاعب ميلوش كوسانوفيتش، ما كانتش موجوده المراقبه بشكل كويس. عمر خريبين حاسه التهديف عنده عاليه السنه دي جدا ما شاء الله عليه. عمر خريبين يسجل هدف حلو جدا في سقف المرمى لدى فريق نادي عجمان، يتقدم فريق الوحده باول هدف اللقاء هنا عن طريق على طول تمشي كره ثاني، لكن طلع محمد علي اللمسه الاماميه، انطلاقه حلوه مارسيانو، مارسيانو مارسيانو والتمريره في العمق مارسيانو، ومحاولة تسديدة خطيرة، والتعادل، والتعادل لنادي عجمان، التعادل يأتي لنادي عجمان سريعا. والله حلو عملها مارسيانو، وادي الكرة الجميلة، وادي التعادل السريع يعود سريعا فريق نادي عجمان بهدف التعادل، هدف يعطي يعني أفضلية. ادي روكي مارسيانو لاعب الخطير بديل المميز، شوف الكرة، وادي مارسيانو، مارسيانو، وادي محاولة التمريرة، وعلى طول التسديده ترجع تاني، ومارسيانو على طول الكره، روكي مارسيانو، وكان يعني المدير الفني عارف ان مارسيانو هو اللي هيعود بفريق نادي عجمان. تعملت الكره ومارسيانو على طول بواجي القدم يسجل هدف تعادل لنادي عجمان. عجمان يتعادل الان امام فريق نادي الوحده لصالح فريق نادي عجمان. هتاخد سريعه مسدد تاني من علي مدن وبكر الفاق ودودو، خطيره جدا، والتاني الثاني، الهدف الثاني روكي مارسيانو، روكي مارسيانو كلمة السر في الشوط الثاني، كلمة السر في الشوط الثاني روكي مارسيانو. عارف ليه؟ عارف ليه؟ هو اللي جات له، هو كل حاجة في الهاف تايم الثاني روكي ده. أول حاجة سجل الأول ويسجل الثاني وضيع الفرصتين المؤكدتين لنادي عجمان. لعيب بيجري كتير طبعا، وده تبديل موفق جدا جدا لسايلة، لازم نشيد بيه. تبديلة اللاعب روكي مارسيانو تبديلة موفقة جدا جدا جدا، ليس فقط في احراز الهدفين او في خلق فرصتين، لكن جزء بدني اشتغل بيه ممتاز المدرب اسايلة. وادي على طول اللاعب روكي مارسيانو تركيزه اعلى، لسه فريش اكتر من كل المجموعة التسعة اللي فوق، حارس المرمى راشد علي مع نادي الوحدة.